السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة هندسة البناء أونلاين. اليوم إن شاء الله غادي نديرو لو كالكول دو فيغياج ديال اون بوتر. غادي نخدمو على هاد لو بلون اللي قدامنا، غنحاولو نديرو لو فيغياج ديال لا بوتر ان اللي العبار ديالها 25 × 50. كما كتلاحظو هاد لا بوتر فهي هازة من واحد الجهة اون شارج ريبارتي لينيير ديال هاد لا دال اكور كرو، ومن الجهة الأخرى هازة دو شارج كونسونتخي لي جايين لينا من هاد لي دو بوتر لي محطوطين عليها. لا غومارك الاولاني اللي بغيت نعطيكم هو ان دائما فاش كتكون اون بوتر هازا دي بوتر دائما العلو ديالها الاش ديالها خصها تكون كبر منهم، يعني مثلا هنا عندنا 40، المينيموم اللي خص يكون فيها هي 45، يعني خص تكون فيتهم مينيموم بواحد 5 سنتيم. دونك دائما نردو البال بحال هاد القضيه في لي بلون ديالنا، نواس كيكونوا دي زيرو كتلقى هادي مثلا ديري فيها 40 وهادي حتى 40 حتى هي ولا 35، ما يمكنش دائما هادي اللي هازه خصها تكون كبر من اللي محطوطين عليها. دونك هذه البوان الاولاني. لو شيما دو شارجمون ديال هاد لا بوتر ديالنا غيكون هو هاد الشكل هذا، دونك في اون شارج ريبارتي لينيير لي لي شارج بيرمانونت ما بيتي جي ولي شارج اكسبلوطاسيون بيتي كو، ولي دو شارج كونسونتري غروند جي غروند كو. هنا سي لو لا ميم شارج، علاش؟ لان هاد لي دو بوتر عندهم نفس العبارات وهازين لو ميم شارجمون، دونك غتكون عندهم نفس لا فالور ديال لا شارج كونسونتري. لي دوني لي غادي نخدمو بيهم بالنسبة لي شارج بيرمانونت هما هادو، وبالنسبة لا شارج ديكسبلوطاسيون غناخدو 250 كيلوغرام باغ متر كاري. هنا غادي تقولو لي تيغاز اكسيسيبل نورمالمون هي 150، هادو مجرد دي دوني، بغينا نخدمو ان بتيت اكزومبل، حاولت نعطيكم دي دوني شوية متنوعين باش ديرو ان اوتخ اكزارسيس ديال لا ديسون دو شارج، لأن بزاف الناس هاد الإشكالية فين عندهم سيغتو الكالكول ديال لا ديسون دو شارج. دونك غنعطيكم هدا كإكزارسيس تخدموه. هنا في هذا الفيديو غنعطيكم جوست ريزولتا د لا ديسون شارج، ولكن اللي بغى الديتاي صيفط لي بار ميل نصيفطو له ان شاء الله. دونك بالنسبه لي شارج بيرمانونت نردو البال دائما فهما تيكونوا بار متر كاري، ولكن الا تعطاو لينا بار متر كوب مثلا في لوندوي هنا كنلاحظوا ان تعطى لينا 25 كيلو نيوتن بار متر كوب، هنا خصنا نضربوه في لو بيسور باش تكون عندنا دائما لا شارج بار متر كاري. وحاجه اخرى حتى هي نردو معها البال هي لي زونيتي الا ما كانوش موحدين، بحال هنا شي معطي بالكيلوغرام وشي بالكيلو نيوتن، كلشي خصنا نوحدوه في اونيتي وحده. دونك هادو هما لي بروميي بوين. دابا غنشوفو المراحل ديال الكالكول. دونك لي زيتاب ديال الكالكول خمسه. المرحله الاولانيه واللي كتعرفوها جميع اللي هي اللي هي لا ديسون دو شارج بيان سور. دونك اول حاجه غنديرو لا ديسون دو شارج على لا بوتر ديالنا ان. فاش كنقولو ديسون دو شارج كنعنيو تحديد ديال لي شارج بيرمانونت، يعني بتيت جي بتيت كو في هاد لو كا، ولي شارج كونسونتري اللي هما غروند جي و غروند كو في هاد لو كا ديالنا. دونك هادي هي المرحلة رقم واحد. دونك كيفما قلت ليكم غنعطيكم فيها جوست لي ريزولتا، طريقة رجعوا لا فيديو ديال كالكول فيغياج دون بوتر سوميز ا اون شارج افيك شارج ريبارتي لينيير افيك شارج كونسونتري باش تعرفوا كيفاش تخدموها، وصيفطوا لي باغ ميل الا بغيتوا لا كوريكسيون ولي ديتاي ديال الكالكول. المرحلة الثانية غتكون هي تحديد ديال لي سوليسيتاسيون. فاش كنقول سوليسيتاسيون كنعني بهم لو مومون فليشيسون ولي فور ترونشون. كما كنعرفو اون بوتر سوميز لهاد لو شارجمون فهي متعرضة سكون ابيل لا فليكسيون سامبل. فاش كنقولو فليكسيون سامبل يعني كاين عندنا ان مومون ان افور ترونشون، باش نقدرو نحددو هداك لو مومون و لي فور ترونشون فكنديرو لي كالكول ديال لا ريزيستانس دي ماتيريو كالكول ار دي ام. يعني كيكون عندنا ان اكزارسيس اللي فيه هاد لو شارجمون هذا وكيخصنا نحددو ليه لو مومون ماكس و لي فور ترونشون ماكس. دونك هنايا المرحله الثانيه غيكون كالكولير دي ام باش كنحددو لي سوليسيتاسيون ديال مومون اليلو و ديال مومون اليليس و ديال لي فور ترونشون اليلو. دونك حتى هاد المرحله هادي ما غاديش نخدموها في هاد لا فيديو، غنعطيكم لي ريزولطا ديالها ديريكتومون و نتوما بيان سور خدموها، واللي بغى التصحيح يصيفط ليا حتى هي باغ ميل نصيفطها له، لان الا جينا نديتايو هاد المراحل كاملين فلا فيديو غادي تكون طويله بزاف. وانا هاد لا فيديو سي بور لو فيغاياج سورتو دو لا بوتر، من بعد لا بغيتو نقدر نخدم معكم تمارين لي دي ام بالنسبه لا ديسون شارج. راه ديجا خدمت معكم كيلكو اكزامبل لي دي ام، باغ لا سويت ان شاء الله نقدروا نديرو حتى هي فيها كيلكو فيديو. المرحله الثالثه غتكون هي لي كالكول ديال لي زارماتور لونجيتودينال، وهذه هي اللي بغينا نخدمو في هاد لا فيديو هادي، يعني تحديد ديال الحديد اللي غيكون غادي مع الطول ديال لا بوتر ديالنا. اون سيبوزون بيان سور لا ريزيستانس للبيتون
28 يوم 25 ميجا باسكال، ولا ليميت الاستيك الحديد 500 ميجا باسكال. هادو هما لي فالور دايور اللي قلت لكم كيتخادو في لي خوج. من بعد غندوزو للمرحله الرابعه واللي هي لي كالكول ديال لي زارماتور ترانسفيرسال. فاش كنقولوا ارماتور ترانسفيرسال يعني لي كادر و لي زيبانغ لي زيتري اللي غيكونوا عندنا في لابوتر وكيفاش غادي تحطوا. واخر حاجه بيان سور غنوريكم لو شيما ديال الفيغياج. المرحله الاولى ديال الكالكول قلنا هي لا ديسون دو شارج. فاش كنقولوا ديسون شارج يعني خصنا نحددوا لي شارج اللي محطوطه لينا على لابوتر ان. فهاد الحاله عندنا اون شارج ريبارتي لينيير اللي جايه لينا من هاد الجهه هذا، يعني هزه لا مواتي ديال هاد لو بلانشي و لو بوا ديالها بيان سور و لي شارج لي فوق من لو بلانشي. دونك الطريقه ديال الحساب ديال هاد لي شارج هادو رجعوا ليها كما قلت لكم لا فيديو ديال لا ديسون شارج دون بودر افيك شارج كونسونطري، وغادي تعرفوا كيفاش تخدموا هاد لي شارجمون هادو. وعندنا لي شارج كونسونطري اللي جايين من الجهه الاخرى. كيفاش كنحسبوهم؟ كنديروا لي ديسون شارج على هاد لي بودر، عاد كنسنجو لا شارج كونسونطري اللي محطوطه لينا على لا بودر ان. الا درنا الحساب غادي نلقاو بتيت جي كتساوي 14.55 كيلو نيوتن بار متر، بتيت كيو 5.62 كيلو نيوتن بار متر. وبالنسبه لي شارج كونسونطري فهما بحال هاد لابوتر بحال هاد لابوتر، بجوجهم عندهم نفس لا شارج كونسونطري لان نفس العبارات نفس لو شارجمون. دونك هلقاو نفس لا فالور. غروند جي غلقاو فيها 32.85 كيلو نيوتن، وغروند كيو غلقاو فيها 12.81 كيلو نيوتن. اون فوا كنحددو هاد لي شارج كندوزو نديرو لي كومبينيزون ديالنا، كومبينيزون ا ليلو و كومبينيزون ديال لو ال اس. دونك في ليلو غادي نلقاو في لي شارج كونسونطري 63.56 كيلو نيوتن، و في لا شارج لينيير غنلقاو 28.07 كيلو نيوتن باغ متر. هنا لي شارج كلهم حولتهم لكيلو نيوتن باش يكون عندنا شارج موحدة. في لي ال اس غادي نلقاو في لي شارج كونسونطري 45.66 كيلو نيوتن، و في لا شارج لينيير غنلقاو 20.17 كيلو نيوتن باغ متر. دونك حاولوا ديروا هاد لي كالكول ديال لا ديسون شارج و فيريفيو واش لقيتو هاد لي ريزولطا هادو، ولا بغيتو لي ديتا ديال الكالكول ولا ما لقيتوش لي ميم ريزولطا نتواصل معكم ان شاء الله بلا زيميل كيف ما العاده. دابا بقى لينا ندوزو للكالكولير دي ام. دابا غنخدمو هاد ليكزيرسيس لي دي ام، يعني اون بودر سوميز لواحد لا شارج لينيير افيك دو شارج كونسونطري، باش نجبدو لو مومون ماكسيمال و لي فور ترونشون ماكس. هادو هما اللي غنحتاجو باش نديرو لو فيغياج ديال لا بودر ديالنا. وفي لي ال اس كذلك نفس الشيء، وغنجبدو هنا في لي ال اس غير لو مومون، ما محتاجينش لي فور ترونشون لان الكالكول ديال لي كادر، حيت لي كادر كنحدد لي فور ترونشون، وباش كنحسبو لي كادر كدار ان اليلو. دونك ما غنحتاجوش لي فور ترونشون في لو ال اس، وكنحتاجو باش كنديرو لي فيريفيكاسيون دي كونترانت، ولكن هنا ما غنديروش لي فيريفيكاسيون ديال لي كونترانت. غنعطيكم دابا لي ريزولطا ديال لي ار دي ام، يعني اش غنلقاو في هاد لي سوليسيتاسيون، ولكن كما قلت لكم غادي نمشيو نتوما تخدموا المرحله الثانيه وهي تحديد ديال لي سوليسيتاسيون، يعني ام او ام اس و في او. هنا كما قلنا غادي نديرو دي زيكزيرسيس ديال لي ار دي ام، واحد في ليلو وواحد في ليلس، يعني هنا بلي فالور ديال ليلو اللي خرجوا لينا سابقا. في هاد الحاله الاولى غنلقاو لي رياكسيون دابي اللي هما اول مرحله ديال الكالكول ديال لي ار دي ام، غنلقاو فيهم 147.77 كيلو نيوتن. ومن بعد ما نكونو درنا لي زيكواسيون ديالنا ديال مومون لي زيكواسيون دي فور ترونشون، القاو لو مومون ماكس في الوسط ديال لا ترافي يعني في البوان 3، ولا فالور ديالو هي 253.48 كيلو نيوتن فوا متر. لي فور ترونشون غيكون في جناب في لي زابي، ولا فالور ديالو هي 147.77 كيلو نيوتن. هذا بالنسبه ليلو. ليلس كما قلنا ما غاديش نخدمو لي فور ترونشون، نخدمو غير لو مومون. لي رياكسيون دابوي لقينا فيهم 106.17 كيلو نيوتن، و لو مومون ماكس هو توجور في لو بوان الوسطاني البوان 3، ولا فالور ديالو هي 182.13 كيلو نيوتن فوا متر. دونك هادو هما لي ريزولطا ابخي كالكول دو لا ريزيستانس دي ماتيريو. دونك حاولوا خدمو هاد لي دو زيكزيرسيس ار دي ام و فيريفيو واش لقيتو هاد لي ريزولطا، واللي هما اللي غادي نخدمو بهم لو فيغياج ديالنا لو مومون ام او. دابا وصلنا للمرحله الثالثه واللي هي الكالكول ديال لي زارماتور. دونك لو فيغياج هنا كان كالكول لو فيغياج لونجيتودينال، وكنديروا الكالكول ديال لو فيغياج ترانسفيرسال. لونجيتودينال هو اللي غادي مع الطول ديال لابوتر، و ترانسفيرسال بيان سور هما لي كادر لي زيبانغل و لي زيتري. هنا اول حاجه عندنا دي شارج كونسونطري. فاش كيكونوا عندنا دي شارج كونسونطري ضروري نديروا سكون ابيل دي سوسبونت اللي كتشوفوهم في لو شيما.
أو لا سكون أبل أوسي دي بار باتو، لأن الشكل ديالهم كوم أن باتو. دونك هادوك لي سوسبون تاعهم غادي نحسبوهم باغ لا سويت، وغنوريكم الطريقة ديال الحساب ديالهم. بالنسبة للكالكول ديال لي زارماتور لونجيتودينال، فكنديروهم أليلو وكنديروهم أليلس، وكنختارو بيان سور لي عطاتنا أكبر فالور ديال الحديد كيما درنا سابقا في لي كالكول ديال لي سومال لي زاليمون ديال الفيغياج كاملين. دونك بالنسبة لي كالكول، راه ديما كنقول لكم كاينين دي زورغانيغرام ديال لي كالكول، يعني لي بوتر فيها ثلاثة لي زورغانيغرام، كالكول ألو بور لي زارماتور لونجيتودينال، كالكول ألس بور لي زارماتور لونجيتودينال، وكالكول ديال لي زارماتور ترانسفيرسال. يعني عندنا ثلاثة اللي بغاهم نصيفطهم ليهم، نصيفطو ليه باغ ميل كيما دائما عودتكم. الكالكول ديال الحديد وصيتكم أول حاجة تحطو لي دوني دائما قدامكم، لي دوني محتاجين في الكالكول ديال لي بوتر شنو هما؟ محتاجين لو مومون الي لو اللي حسبناه سابقا ابخي لي كالكول ديال لي دي ام، محتاجين لا لارجور ديال لا بوتر اللي في الحاله ديالنا اللي هي 0.25 متر، محتاجين لا هوتور اوتيل دي. هادي شنو هي؟ الا كان معطي لينا لونروباج في لي دوني ديالنا، فدي شنو هي؟ هي اش ناقص لونروباج انفيريور. إذا ما كانش لون غوباج معطي لينا، فدي كناخدوها بهاد لا فورمول اللي هي 0.9 فوال اش. في الحاله ديالنا الاش هي 50، الا عوضنا غنلقاو دي 0.45 متر. وغنحتاجو لا كونطران ديال الكالكول ديال البيتون اليلو اللي ديجا هضرنا عليها في لي نوسيون ديال لا ديسون شارج، واللي لا فورمول ديالها هي 0.85 اف سي 28 على تيتا ايغريك بي. تيتا كتساوي واحد جينيرالمون، ايغريك بي الكوفيسيون ديال البيتون اللي كيساوي 1.5. الى عوضنا غنلقاو لا فالور اف بي يو 14.17 ميجا باسكال. دونك هادو هما لي دوني اللي غادي نحتاجو في لي كالكول دو فيغياج ديالنا. المرحله الاولى ديال الكالكول دو فيغياج كتبدا بلو كالكول ديال هاد لو مومون ريدوي مي او. هذا شنو هو؟ هو لو مومون ام او مقسوم على بي دي او كاري فوا اف بي او. دونك كلشي عندنا، سوفي اننا نعوضو كل حاجه بلا فالور ديالها ونحسبو، غادي نلقاو اون فالور ديال 0.353. دونك دائما ديروا معايا لي كالكول بوغ فيريفيو واش هادشي كوريكت. هاد لا فالور خرجت لينا، الا خرجت لينا كبر من 0.186 ضروري نحسبو لو مومون غيدوي اولتيم. الا خرجت صغر ما كنحتاجوش هاد المرحله هادي، داكشي علاش درتها لكم في هاد لو كادر. الا خرجت لينا صغر كندوزو ديريكتومون لي كالكول في الاتجاه لي من ديال لورغانيغرام، حيت لورغانيغرام فيه دو برونش، فيه وحده ا دغوات وحده ا غوش، غادي نشرح لكم الفرق بيناتهم. دونك بالنسبه لهاد الحاله ديالنا خرجت لينا 0.186، دونك ضروري نكالكولو هاد لو مو ال اللي هو لو كوفي لو مومون ريدوي ليميت، كيتحسب بهاد لي فورمول هادو، واللي العلاقات راه يكونوا معطيين لكم في تحت لورغانيغرام. ايبسيلون ال هي اف او على ايغريك اس فوا او، او لو موديول ديانغ ديال البيتون اللي كيساوي 2.5 ميجا باسكال. الى عودنا نلقاو هنا 2.17 في 10^-3. غادي نحسبوا العلاقه الثانيه اللي هي الالفا ال، هذه هي العلاقه ديالها، غادي نلقاو فيها 0.617، ومن بعد غنستنتجوا الميو ال بلا فورمول ديالو وغنلقاو فيه 0.371. الى قارنا لو مومون ديالنا اللي خرج لينا مع هذا لو مومون ليميت غنلقاوه صغر. في حاله ما لقيناه صغر لو كالكول ديالنا غيكون سونز اسي كومبريمي. اش كيعني سونز اسي كومبريمي؟ لي اسي كومبريمي هما اللي كيكونوا فوق من لا بوتر، يعني فهاد لا زون هادي. لا بوتر فاش كتعرض لو شارجمون اش كيوقع لها؟ كيوقع لها واحد لا فليش بهاد الطريقه هادي، يعني لا فيبر التحتانيه كتولي طوندو كتجبد، ولا فيبر الفوقانيه تتكون كومبريمي. دونك الا كان عندنا مي او صغر من ليميت، من مي ال ليميت، فهاد الحاله ما تنحتاجوش نكالكوليو الحديد الفوق، يعني ما غيدارش بالكالكول، كيتحط الحديد الفوق بيان سور، غنحطو فيه غير حديد ديال 8، ولكن اللي غنكالكوليو هو الحديد فقط طوندو، يعني اللي غيكون لتحت. في هاد الحاله هادي امتى تنكالكوليو لي الفوق؟ فاش كتكون كبر من مي ال، يعني هنا في لورغانيغرام غندوزو للجهه الاخرى اللي على اليسار. خرجت لينا حنا سونز اسي كومبريمي، دونك غنكملو الكالكول ديالنا عادي. عندنا ثلاثه لي فورمول وغنلقاو لا فورمول ديال الحديد ال اس. غنحسبو الفا او بالعلاقه اللي قدامكم، نلقاو فيها 0.572، هذا حتى هو معامل ما فيهش اليونيتي. ومن بعد غادي نكالكوليو زد اللي هي لو بغا دو لوفي مرتبطه بالفا او اللي هو معامل، وبدي اللي هي لا هوتور اوتيل، دونك غنلقاوها بالمتر، وغنلقاو اون فالور ديال 0.347 متر. دونك دابا ما بقى لينا الا نستنتجو
La formule de l'hadid, qui est AS, qui est MU, le moment à l'élu, elle est Z fois FSU. FSU, il y a la contrainte de l'acier dans l'élu. C'est ce qu'on a dit avant, contrainte de l'hadid dans l'élu, qui est FE là, YS. FE, il y a la limite élastique de l'hadid, qui est 500 fois l'exemple. YS, le coefficient de sécurité de l'acier, qui est 1 facile à 15. Il a oud na galqa 434 facile 78 ميغا باسكال. الى رجعنا لا فورمول ا اس وعودنا كل حاجه بلا فالور ديالها غنلقاو اون سيكسيون بالمتر كاري بيان سور وخصنا نحولوها سنتيمتر كاري دونك غنلقاو اون سيكسيون ديال 16.80 سنتيمتر كاري ديال الحديد. دونك دائما نردوا البال مع لي فور هنايا خصو يدخل بالميغا نيوتن. تلاحظوا حولنا هنا الميغا نيوتن باش يكونوا عندنا لي زونيتي كلهم موحدين. دونك هذا بالنسبه لي زارماتور لونجيتودينال. دابا بقاو لينا لي سوسبون تا ولا لي بارباتو كيفاش كيتحسبوا. لا فورمول ديال الحساب ديالهم هي هذه هي البي او يعني لا فالور دو لا شارج كونسونطري لي جايه ليك من لي بوتر. في الحاله ديالنا الي لو خرجت لينا 63.56 مقسومه على جذر 2 فوا ايغريك اس كويفيسيون سيكوريتي دو لا سي على اف او. هذه لا فورمول باش كنحسبوا لي سوسبون. ولا بغيتو ان شاء الله ندير لكم فيديو خاص عليهم طريقه الحساب ديالهم ولا ما بغيناش نديروهم شنو ممكن نديرو بلاصتهم. دونك في هذه الحاله نعطيكم جوست لا فورمول طبقوها ونحسبوا ونخليو لهاد لي سوسبوند فيديو خاص بهم ان شاء الله. الى عودنا في لا فورمول غادي نلقاو بوغ لي سوسبوند خاصنا واحد لا فالور ديال الحديد ديال 1.03 سنتيمتر كاري لكل بوتر بيان سور. دونك هادو هما بالنسبه ليلو كالكول ليلو ديالنا هادشي اللي خرج لينا. دابا بالنسبه للكالكول ديال ليلس غادي نخدمو في لو كاد ديال فيسوراسيون بريجوديسيابل. لي دوني لي غادي نحتاجو هو لو مومون دو ليليس لي خدمنا بليغ دي ام ولي لا فالور ديالو هي 182.13 شراوس ناقص 3 ميغا نيوتن فوا متر. دائما كنحولو الميغا نيوتن كما قلنا سابقا. بي لي هي لا لارجور 0.25 دي لي هي 0.45 وهنا دي بريم نورمالمون هي لونغوباج سوبيريور كما كتلاحظو في الشيما. يعني الا عطاونا لونغوباج سوبيريور راه هي دي بريم. معطاوش لينا كنخدمو بلا فورمول 0.1 اش يعني 10% من اش. فهاد الحاله ديالنا تعطينا 0.05 متر يعني 5 سنتيم تقريبا. بالنسبه لا كونترين د البيتون فليليس هاد لي فورمولا ديجا كنت هضرت عليهم سابقا في فيديوهات سابقه في لي لايف. هنا فليليس لا كونترين د البيتون لا فورمول ديالها هي 0.6 اف سي 28 وكتساوي 15 ميغا باسكال الى عدنا اف سي 28 ب 25. بالنسبه لا كونترين د الحديد هادي د البيتون بالنسبه للحديد فيها ثلاثه د العلاقات مرتبطه بلا فيسوراسيون وهضرت فيها هذه في الكالكول ديال السمال في غايه السمال. هضرت عليها اون ديتاي شويه اكثر. في الحاله ديال بريجوديسيابل لا فورمول ديالها هي هذه. اللي بغى لي فورمول ديالها بثلاثه حتى هما نصيفطهم لكم يا با دو بروبليم. سينو راه كاينين في الانترنيت طابيو هادشي راه غيخرجوا لكم هاد لي فورمول كاملين. دونك سيغما اس تي في الحاله ديال فيسوراسيون بريجوديسيابل ديال لا فورمول ديالها. لي غريب هنا هو هاد الكويفيسيون نو كيساوي 1.6 في لاغوطا دي غونس. دونك غالبا حنا خدامين بالحديد لاغوطا دي غونس دونك دائما ناخدو فيه 1.6. اف تي 28 هي لا ريزيستانس البيتون على تراكسيون والعلاقه ديالها هي 0.6 زائد 0.06 اف سي 28. الا حسبناها اف سي 28 25 غنلقاو فيها 2.1. دونك الا عوضنا في لا فورمول وحسبنا العلاقه الدنيا لاف يعني علاقه اصغر علاقه في هاد جوج العلاقات تلقاوها هي 201.63 ميغا باسكال. دونك هادشي اللي غادي نحتاجو باش نكالكوليو الحديد ديالنا فلويلس. اول فورمول كنديماريو بها لو كالكول هي هاد الفا بار. هذا سي ان كويفيسيون واحد المعامل اللي كيساوي ان فوا سيغما بي سي. ان هذا الكويفيسيون ديكيفالونس اللي كيساوي دائما 15 كناخذوه كيساوي 15. سيغما بي سي اللي هي لا كونتران د البيتون راه حسبناها في لي دوني كتساوي 15. وسيغما اس تي هي لا كونتران د الحديد حتى هي ديجا حسبناها في لي دوني. الا عوضنا غنلقاو هاد الكويفيسيون الفا بار كيساوي 0.527. المرحله الثانيه كنحسبو هاد لا ديستانس ايغريك ال اللي هي الفا بار فوا دي لا هوتور. الا عوضنا غنلقاو فيها 0.137 هنا متر باردون سيت لونيتي هنا متر لان دي فيها لونيتي اللي هي المتر. دونك هادي غتاخد لونيتي ديال دي. كندوزو من بعد زد حتى هي العلاقه ديالها هي هذه. اللي عوضنا فيها غنلقاو 0.371 متر. وابخي كنكالكوليو لو مومون ريزيستون ام ار اس بي.
هذا العلاقه ديالو مرتبطه بهاد لي كويفيسيون اللي حسبنا كاملين، واحد على جوج بي لارجور دو لا بوتر فوا هاد ايكغ ال فوا زد فوا سيغما بي سي. الى عوضنا كل حاجه بلا فالور ديالها وحسبنا غنلقاو فيه 0.165 ميغا نيوتن فوا متر. هاد لو مومون هذا كنقارنوه مع لو مومون دو سيرفيس اللي خرج لينا. الى خرج لينا صغر بحال هاد الحاله ديالنا، هذا خرج لينا صغر من المومون دو سيرفيس، هنا لا سيكسيون ديالنا غيكون فيها لي زاسي كومبريمي، هضرنا عليهم في ليلو، يعني غيتحسب الحديد اللي غيكون الفوق والحديد اللي غيكون لتحت. الحديد اللي غيكون فوق هو الكومبريمي، هو الاي اس سي، داك السي ديال الكومبريمي، واللي لتحت اي اس تي، تي ديال طوندو. دونك هنا الا كنتو حاطين تحت من يديكم لوغانيغرام ديال الكالكول غادي تتبعوا معايا مزيان. دونك هنا غندوزو في اليسر ديال لا برونش ديال لوغانيغرام. قبيله في ليلو دزنا على اليمين لان كانت عندنا سيكسيون سون اسي كومبريمي، حسبنا غير لتحت في لي ليس خرجت لينا افيك اسي كومبريمي، دونك غادي نحسبوا الفوق وغادي نحسبوا حتى في التحت. اول مرحله من بعد ما كتخرج لينا سيكسيون كومبريمي كنحسبوا هاد سيغما اس سي مرتبطه بالكونتران ديال البيتون بلي كويفيسيون اللي حسبنا سابقا. الى عوضنا كل حاجه بلا فالور ديالها غتخرج لينا 177.53 ميجا باسكال، وغادي نمشيو ديريكتومون ابري لي فورمول ديال الحديد اللي هو اس سي اللي غنديرو الفوق كومبريمي لاسي كومبريمي. العلاقه ديالو هي هذه، كلشي محسوب، لو مومون دو سيرفيس عندنا، المومون ار اس بي حسبناه، دي و دي بريم عندنا، سيغما اس سي اللي حسبناه هنا. الى عوضنا كل حاجه بلا فالور ديالها غنلقاو اون سيكسيون ديال 2.41 سنتيمتر كاري. دونك كما تلاحظوا هنايا هاد لا سيكسيون اللي كنديرو الفوق امتى كدار فاش لا بوتر يعني كتفوت لا ليميت ديالها، يعني كتحتاج الحديد حتى من الفوق باش تعاون، يعني حتى ديك لا زون كومبريمي محتاجه شويه الحديد باش تعاون الحديد اللي غيكون في لا زون طوندو، يعني حتى تنفوتو دائما انيميت، يعني كتكون لي ليس السيرفيس ديالنا فايت هذاك المومون بحال سوا ديزون ليميت بحال قبيله حسبنا ميو الف في ليلو. بالنسبه لا سيكسيون اللي غدار لتحت اللي هي طوندو، العلاقه ديالها هي هذه، كل حاجه عندنا لا فالور ديالها. الى عوضنا غنلقاو اون سيكسيون ديال 24.18 سنتيمتر كاري. تلاحظوا لتحت دائما الحديد غيخرج اكثر من الفوق بيان سور، لان الفوق غير غنعاونو به، مي لتحت هو البرينسيبال، لارماتور لي اون با هو البرينسيبال اون بوتر. دونك هذا هو اللي خرج لينا في لي ليس، لي فالور اللي خرجوا لينا في لي ليس. لا ميم شوز غنديرو الكالكول ديال لا سوسبونت، لي سوسبونت لي دو، كل وحده لا فالور ديالها هي هادي. هنا في لي ليس سي لي فور دلي ليس، يعني لي فور دلي ليس لي جاي لنا من دوك لي بوتر ديجا حسبناه سابقا، ولقينا 45.66 كيلو نيوتن. هنا غنحولو الميغا نيوتن مقسوم على جذر جوج في لا كونتخان ديال الحديد الي ليس توجور. في ليلو خدمنا بداكشي ديال ليلو، دابا في لي ليس كنخدمو بلي كونتخان ديال لو ليس. دونك سيغما اس تي دلي ليس هي 201.63، الى عوضنا وحسبنا غنلقاو اون سيكسيون ديال 1.6 سنتيمتر كاري ديال الحديد بالنسبه لي سوسبونت او لي باغ باتو. دونك كما تلاحظوا فيغياج في ليليس هو اللي ديمونسيون، هو اللي خرج لينا كبر من ليلو، دونك هو اللي غادي نحطو فينالمون في لا بوتر. دابا غنمشيو نختارو لو فيغياج الحديد، يعني بالنسبه للشوا ديال لي زاسي لي زارماتور طوندو خرجت لينا اس تي 24.18 سنتيمتر كاري. الا مشينا للطابلو ديال الحديد فلو شوا غيكون غادي نختارو 6 تاع 20 ونزيدو فوق منهم واحد لولي ديال 3 ديال 16. 6 ديال 20 في الطابلو ديال لاسي كتعطينا 18.85 سنتيمتر كاري، و 3 ديال 16 6.03، الا جمعناهم غنلقاو اون سيكسيون ديال 24.88، دونك لو شوا كوريكت قريب لا فالور اللي خرجت لينا. بيان سور لي الاولاني هما ديال 20، يعني 6 ديال 20 هما الاولين كنحطوهم كما كتشوفوا في لو شيما، وفوق منهم غنديروا لو لي ديال 16. دونك كما تلاحظوا ممكن الاختيار يكون مختلف من لي، ولكن ان سو لي خصو يكون بحال بحال، يعني تفريشه وحده الاولى ولا الثانيه ولا خصها تكون بحال بحال، واللي فوق منها نقدروا نهبطوا بديامتر اولا، دونك ماشي مشكل نغيروا لو شوا ديال لو ديامتر في لي الاخرين. بالنسبه لي زارماتور كومبريمي يعني اللي غيكونوا الفوق خرجت لينا 2.41 سنتيمتر كاري. الا مشينا للطابلو اقرب سيكسيون هي 3.12، حيت 3 ديال 10 كتخرج قل، كتخرج 2.33، دونك ما يمكنناش نديرو قل، دونك من موراها هي 3.12، دونك 3.12 3.39 واخا فيها شي شويه، ولكن هو لو شوا كوريكت في هاد الحاله ديالنا. دونك لاسي كومبريمي هو اللي الفوق كما تلاحظوا 3 ديال 12. وهنا بيسك لا بوتر لا اوتور ديالها فايته
50 سوبر اوغال 50 ضروري نزيدو سكون ابيل لي اسيد دو بو يعني واحد جوج البارات في الجناب باش ما نخليوش هذيك لا ديستانس كلها سان زارماتور غيكون تما لو ريسك دو فيسوراسيون. دونك هذا بالنسبه لي زارماتور لونجيتودينال. لي سوسبوند خرجوا لينا 1.6 سنتيمتر كاري. الى مشينا للطابلو لو شوا ايديال هو 3 ديال 10 بالنسبه لي سوسبوند. دونك هذا هو بالنسبه للتوتال ديال لي زارماتور لونجيتودينال. دابا بقى لينا نشوفوا كيفاش بالنسبه للكالكول ديال لي زارماتور ترانسفيرسال. فنفس الشيء كنحطوا لي دوني اللي غادي نحتاجو اللي هما لي فور ترانشون. لي فور ترانشون اللي حسب لامبلير دي ام على لو خرجت لنا فيه 147.77 في 10 ناقص 3 هنا ميجا نيوتن كنحولوه لميجا نيوتن. لا لارجور دو لا بوطر ولا لاوتور اوتيل ديالها. وكنحتاجو اوسي 20 اف تي 28 اللي هي لا ريزيستانس على تراكسيون دو بيتون. لا فورمول ديالها هي هذه اللي حسبناها كتخرج لنا 2.1 ميجا باسكال. دونك الا خديتو لوغانيغرام وتبعتو معايا في الكالكول ديال لي زارماتور ترانسفيرسال اول حاجه كنبداو بها خصنا نفيريفيو لا كونترانت في قلب لا بوطر خصها تكون صغر من لا كونترانت ليميت. لا كونترانت ليميت في لو كا ديال فيسوراسيون بريجوديسياب لا فورمول ديالها هي هذه سي لو مينيموم ديال 0.15 في 0.28 على يغريك بي اولا 4 ميجا باسكال. الا حسبناها كنلقاو اون فالور ديال 2.5 ميجا باسكال. وبالنسبه لا كونترانت فلا فورمول ديالها هي في او لي فور ترونشون مقسومه على لا سيكسيون دو لا بوتر لي بي فوا دي كتعطينا اون فالور ديال 1.31 ميجا باسكال. دونك سي فيريفي عندنا تو او صغر من تو او بار لا كونديسيون اي لي فيريفي. دونك نقدروا نكملوا الحساب ديالنا. الحساب ديال لي زارماتور ترانسفيرسال شنو هو؟ خصنا نحددو لو ديامتر اللي غنخدمو به وغالبا لي كادر كنخدمو اما ب 6 ولا 8 ولي زيسباسمون كما كنا درنا في لي لي بوطو. ولكن لي بوطو لي زيسباسمون ما حسبناهمش هنا غادي تحسبوا لان عندنا لي فور ترونشون. بالنسبه للديامتر دي زارماتور ترانسفيرسال فغادي نخدمو كما خدمنا في بوطو بديك لا فورمول فورفوتير اف في ال ماكس على 3. فهاد الحاله ديالنا في ال ماكس هو 20 خدمنا بالحديد ديال 20 هو اكبر ديامتر لونجيتودينال الا قسمنا على 3 كتعطينا 6.66 ملم. دونك الا فيها 6 كناخذو 8 الا قل من 6 كناخذو الحديد 6. دونك هذه هي البلوز اون موا. مي هنا خصنا نفيريفيو هاد العلاقه هذه اللي هي المين ديال اش على 35 في ال مين زارماتور لونجيتودينال مينيمال وبي على 12. هنا الا عودنا كل حاجه بلا فالور ديالها غنلقاو 12 ملم اللي هي في ال مين لي زارماتور لونجيتودينال اصغر فالور عندنا هي ديال 12 اللي كاينين في الفوق الكومبريمي. وحنا اختارينا 8 ملم صغر من 12 دونك سي بون لو شوا ديالنا الي كوريكت. دابا غندوزو نشوفو كيفاش غادي نحددو لي زيسباسمون. لي زيسباسمون هي المسافه ما بين كادر وكادر. دونك اول حاجه لو ديتاي ديال لا بوطر اللي شتنا قبيله الترانسفيرسال لا كوب ترانسفيرسال ديالها هي هذه اللي كتشوفو قدامكم. دونك اول حاجه هنايا كنحتاجو نحسبو واحد لا فورمول ديال اتي. هاد اتي هي اللي غادي نخدمو بها لي زيسباسمون كاملين. اتي شناهي؟ هي ان فوا اي. ان هي العدد لي برونش فيرتيكال شحال من حديده غادي في الطول عندنا في هاد لوك. في لوكال ديالنا عندنا 4 4 لي برونش فيرتيكال دونك ان ايغال 3. و اي شنو هي؟ اي سي لا سيكسيون ديال بره وحده من لو ديامتر اللي اختارينا حنا. اش من حديد باش خدمنا لي زارماتور ترانسفيرسا؟ خدمنا ب 8. سيكسيون ديال بره وحده 8 الا مشينا للطابلو ديال الحديد تكون هي 0.50 سنتيمتر كاري. وغنضربو 3 في 0.50 غتعطينا 1.50 سنتيمتر كاري. دونك هادي لا سيكسيون ديال الحديد اللي غادي طولي ديالنا يعني ديال لي كادر و لي بانغل ديالنا. دابا غندوزو نشوفو لي زيسباسمون. كنحسبو لي سباسمون مينيمال اس تي وكنحسبو لي سباسمون ماكسيمال اس ماكس. بالنسبه لاس تي لا فورمول ديالو هي هادي مرتبطه ب ا تي هي اللي غريبه هنا ورا شرحتها لكم. مرتبطه ب اف او مرتبطه ب ايغريك اس لي 1.15 ببي لارجور و طو او اللي هي لا كونترانت اللي حسبنا سابقا. الا عودنا كل حاجه بلا فالور ديالها وحسبنا غادي نلقاو اس تي 0.18 متر يعني 18 سنتيمتر. هنا خدينا افيك ريبريز دو بيتوناج. الا خدينا افيك ريبريز دو بيتوناج لو كويفيسيون كا كيكون يساوي 0 دونك لا فورمول كتولي هي هذه. دونك الا متبعين معايا في لوغانيغرام غادي تعرفوا شنو كنقول لكم. دونك لا فورمول حين داخله فيها هنا باقا مكمله ناقص ك فوا واحد لافال اخرين الا كانت ك تساوي صفر كتمشي لنا هذيك الجزء الاخر ديال لا فورمول. بقى لينا دابا نشوفوا لي سباسمون ماكسيمال اس ماكس. الاس ماكس لا فورمول ديالو هي هذه سي المين ديال 0.9 دي
0.40 متر و ATFE سور 0.4 ب. الى عودنا كل حاجة بلا فالور ديالها وحسبنا غادي نلقاو لو مينيموم ديال هاد لي 3 فالور هو 40 سنتيم، يعني هذه 0.40 متر، وبالتالي غيكون عندنا اس تي هو صغير، اس تي 18 و اس ماكس 40، دونك اس تي صغر من اس ماكس. فاش كيكون اس تي هو صغير هنا كنخدمو بلا ريبارتيسيون دو كاكو، يعني التوزيع ديال كاكو، لي كادر غيتوزعو بواحد الطريقه اللي غادي نشوفو دابا بار لا سويت. الا كان اس ماكس هو الصغير فهذه هي اسهل حاجه، غادي يمشيو لي كادر بواحد ليسباسمون فيكس، هذاك ليسباسمون غيكون هو اس ماكس. يعني مثلا في الكاد ديالنا كون كان هذا هو الكبير غيمشيو لي زيسباسمون ب 40 40 40 40، يعني فيكس، ما كاين حتى مشكله كانت اس ماكس هي صغيره. وصلنا دابا لاخر مرحله واللي هي لو شيما ديال الفيغياج ديال لا بوتر. دونك اول حاجه غادي نشوفو كيفاش غادي نديرو هذيك لا ريبارتيسيون ديال الكاكو على حسب لي زيسباسمون اللي خرجوا لينا في لي كادر ولي بانغل ديالنا. دونك اول حاجه كنديرو لو شيما لا بوتر لونجيتودينال، كنرسمو لو شيما ديالها، كنخدمو على لا مواتي، النص ديال لا بوتر. نص لا بوتر عندنا هو 3 متر، وداكشي اللي لقينا كنديرو لا سيميتري ديالو من بعد. دونك اول حاجه شنو كنديرو؟ برومي كادر فين كنحطوه؟ كنحطوه فواحد ليسباسمون ديال اس تي على جوج. حنا خرجت لينا اس تي 18، الا قسمنا 18 على جوج كتعطينا 9 سنتيم، ولكن افيك مينيموم ديال 7 سنتيم. الا كان خرجت لينا قل من 7 كنديرو 7. اول كادر البعد ديالو على لابي غيكون هو 7 سنتيم في الحاله ديالنا. من بعد كيفاش غادي نديرو لي زيسباسمون ديال لي زوتر كادر؟ غنمشيو لا سيري دو كاكو. هادي سي واحد لا سيري ديال كاكو. هاد كاكو علاش دارينا هاد لا سيري؟ اش كيقول لنا؟ كيقول لنا بان لي فور ترونشون في الوسط ديال لا بوتر بريسك نول، ما كاينش. دونك فين كاين لو ماكسيموم عندنا؟ كاين في لي زابي. دونك اوليو اننا نمشيو على هذاك ليسباسمون نعممو على لا بوتر كامله، نوبتيميزو في لي كادر، يعني نزيرو هنايا ونبقاو غادي كنرخفو فيغ الوسط. كما كتلاحظوا لا سيري ديالو غادي وكيتزاد المسافه في ليسباسمون. دونك هادي هي لو برانسيب ديال هاد لا سيري دو كاكو. دونك حنا كنشوفو ليسباسمون لي خرجينا، حنا خرجت لينا اس تي 18 سنتيم، غنشوفو فين تسيتويات في لا سيري دو كاكو، جاتنا هنايا. دونك غادي نبداو بالسايز، دونك ليسباسمون لي غادي نبداو به هو سايز. شحال مرة غنعاودو هاديك 16 سنتيم؟ شحال مرة غنعاودو كنشوفو لا بوغتي، لا مواتي ديالها. لا بوغتي هي الطول دو لا بوتر، الطول دو لا بوتر ديالنا هي 6 متر، النص ديالها هي 3 متر. دونك كل اسباسمون غادي نعاودوه 3 د المرات، 16 غادي نعاودوه 3 د المرات. دونك غنديرو 3 فوا 16، يعني هنا راه 3 د لي كادر غيكونو عندنا، 3 د لي زيسباسمون، تكون كادر الاولاني 16 16 16. مابغيتش نرسم كلشي هنا باش منشارجيش لو ديسان بزاف. دونك هادي فاش نشوفو 3 في 16 راه باينة، راه معروفة دابا في الشونتي هادي. دونك هنا 3 د لي زيسباسمون ديال 16. دونك لو بخومي كادر غنخليو 16 سنتيم، نزيدو كادر 16 سنتيم كادر، حنا كملنا من 16. من بعد غندوزو ليسباسمون التاني اللي هو 20، تا هو شحال مرة غنعاودوه؟ 3. دونك كلشي غنعاودوه 3 د المرات، 3 د 20. دونك 3 20، هنا اسباسمون 20 20 20، من مورا 20 25. حنا غاديين، حنا غاديين وحنا كنحسبو شحال المسافة اللي وصلنا ليها باش ما نفوتوش 3 متر. عندنا في لا دومي بورتي 3 متر، دونك حنا رادين البال، حنا غاديين وكنحسبو. دونك غنزيدو 3 25، نزيدو 30 تاهي 3 فوا، بقاو غادي مع زاسيري دكاكو كندوزو اسباسمون مورا اسباسمون، كل واحد كنعاودو 3 المرات على حسب لا دومي بورتي اللي خرجت لينا 3. دونك 3 في 30 تاهي لا ميم شوز. دونك الى وصلنا لهنا غنلقاو راسنا وصلنا ل 2.80 ولا دومي بورتي فيها 3. دونك شحال بقى لنا؟ بقات لنا 20 سنتيم. دونك غادي نخليوها، هذاك هو لو غيست ا كونديسيون. دونك داكشي اللي بقى لنا كنخليوه ا كونديسيون، شنو هي؟ ان هذاك الشيء اللي بقى يعني في التوتال ليسباسمون بين اخر كادر هنا واخر كادر هنا خصو يكون صغر من اس ماكس. حنا الى عقلتو قبيله شحال خرجت لنا في اس ماكس؟ خرجت لنا 40 سنتيم 40 سنتيم. دونك هنا 20 وتبقى لنا 20 اخرى، هنا هي 40. دونك سي بون انفيريور كال اس ماكس، دونك ما خصناش غير نكونوا اكثر منها. الا كنا اكثر كنزيدوا اسباسمون واحد من الاسباسمون الموالي ونوقفوا. داكوغ، دونك هادي لا ميثود. دونك نتمنى تفهمتوا، تكونوا فهمتوا هاد لا ميثود ديال كاكو، يعني با كومبليكي. واخا بزاف ساعه لي ستوديون في مرحله الدراسه كتشكل لهم اشكال، ماشي صعيبه، سوفي انكم تتبعوا مزيان باش تفهموها. وكنشيماتيزيو بيان سور في لاكوب ديالنا لونجيتيدونال الحديد الطويل اللي خرج لينا، تخرج لنا 3 د ليلي 3 د فريشات كنبينوهم، كنبينو لارماتور سوبيريور اللي خرج لينا ولي بارباتو بيان سور بالنسبه لي بوتر لي ابي على هاد لا بوتر. وكنديرو لاكوب ترانسفيرسال اللي خرجت لينا سابقا واللي ديجا رسمناها فيما قبل. دونك هذا هو لو ديتاي ديال الفيغياج لا بوتر، وهكذا كيمشي لو شونتي. دونك هو هذا بيان سور، هنا كنكومبليتيو غنديرو لا سيميتري، نخليكم ديروها ديرو لا سيميتري، وكيكون هذا هو لو ديتاي كومبلي ديال لا بوتر ديالنا. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا هاد الكلام.